قانون الموازنة الاتحادية على طاولة مجلس النواب، والسوداني والمندلاوي يؤكدان أهمية الإسراع بتشريع القانون. بعثة الأمم المتحدة في العراق ترحب باتفاق بغداد وأربيل لاستئناف تصدير النفط من الإقليم، ومستشار رئيس الوزراء يكشف أهم بنود الاتفاق. في ذكرى يوم الشهيد الفيلي، العراقيون يستذكرون جرائم النظام الصدامي ضد أبناء الوسط والجنوب وحلبجة. السيد الحكيم يزور مقر تجمع المعوقين في العراق ويدعو الحكومة ومجلس النواب لتشريع قوانين تدعم شريحة ذوي الإعاقة. أهلا بكم في مرصدنا الخبري، حيث يعقد مجلس النواب جلسته لقراءة قانون الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاثة. الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكرت في بيان إن جدول أعمال الجلسة يتضمن القراءة الأولى لقانون الموازنة للسنوات 2023 و24 و25، وكان رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني أعلن تسلمه قانون الموازنة العامة الاتحادية، حيث أحال النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى اللجنة المالية النيابية، فيما وجه بالإسراع لدراستها ومناقشتها لإدراجها بجدول الأعمال في أقرب جلسة. بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مع وزيرة المالية طيف سامي الأوضاع المالية والاقتصادية وإقرار الموازنة العامة وبما يلبي طموحات المواطنين. بيان لرئاسة الجمهورية ذكر أن رشيد أكد خلال اللقاء على أهمية تحسين المستوى المعيشي للفرد العراقي واتباع الطرق الحديثة في الإدارة المالية والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال. بدورها استعرضت وزيرة المالية الإجراءات التي تتبعها الوزارة في معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية وما يتطلبه الظرف الراهن من تضافر الجهود لتجاوز المرحلة وتداعياتها على الحياة العامة. أكد رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني أهمية الإسراع في تشريع قانون الموازنة العامة للبلد. المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي قال في بيان إن الأخير استقبل رئيس مجلس الوزراء وبحث جملة من الملفات المتعلقة بالتطورات السياسية والاقتصادية والأمنية، وأضاف البيان أن السوداني والمندلاوي أكدا خلال اللقاء أهمية الإسراع بتشريع قانون الموازنة العامة داخل البرلمان. أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني المباشرة بتنفيذ أول ثلاثة مشاريع تعنى بتخفيف الزحامات المرورية في العاصمة بغداد. السوداني أعلن بدء تنفيذ المجسر الرابط بين شارع فلسطين وشارع الداخل شرقي بغداد، فيما جرى في الوقت نفسه إطلاق العمل في مشروعين آخرين هما المجسر الرابط بين منطقة جميلة وامتداد شارع الجهاد باب المعظم عبر قناة الجيش، والمجسر الرابط بين تقاطع القدس وشارع 77 ومقترباتها والأعمال الملحقة بها. وأضاف السوداني أن الحكومة وضعت الأولوية للخدمات على مختلف الأصعدة، ومنها هذه الحزمة التي تتضمن 19 مشروعا في بغداد، معتبرا إطلاق هذه المشاريع الثلاثة فرصة للقاء المهندسين الخريجين الذين لم يحصلوا على فرصة عمل بهدف مساعدتهم في إيجاد بدائل تعتمد على فرص القطاع الخاص. أوضح وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني الحزمة الأولى لمشاريع فك الاختناقات المرورية، فيما وعد بالمزيد من المشاريع فور إقرار الموازنة. ريكاني أكد في تصريح صحفي أن المشاريع الثلاث لفك الاختناقات التي تمت المباشرة بها تمثل نقلة نوعية لسكان بغداد، فيما أشار إلى أن هناك حزمة جديدة من المشاريع فور إقرار الموازنة، لافتا إلى أن الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية تتضمن 19 مشروعا تمت المباشرة بثلاثة منها.
وأضاف أن الإجراءات سارت بسرعة غير مسبوقة منذ 2003 في إقرار المشاريع وإعلانها وإحالتها. لاقى الإعلان عن انطلاق الحزمة الأولى لمعالجة الاختناقات في العاصمة بغداد ترحيبا وإشادات من المواطنين، حيث عدوا هذه الخطوة مكملة لمشروع الحكومة برفع بعض السيطرات وإيجاد طرق بديلة ورفع الكتل الكونكريتية وفتح الشوارع المغلقة. تقرير صباح حكيم. بخطوات جدية وعملية وبتنفيذ مباشر انطلقت اليوم أول ثلاثة مشاريع ضمن حزمة فك الاختناقات في العاصمة بغداد، وبإشراف مباشر من قبل رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني. فبعد دراسة مستفيضة وإطلاق حزم مختلفة لمعالجة الاختناقات، جاءت لحظة الشروع لتخليص العاصمة من الاختناقات المرورية التي تحاصر ساكنيها منذ ساعة الصباح الأولى حتى المساء. مواطنون عبروا عن ارتياحهم لبدء العمل في تنفيذ مشاريع فك الاختناقات، مقترحين في ذات الوقت بعض الطرق الممكنة للتخلص من الزحامات المرورية. يجب أن من تتطور الحياة يجب أن تكون هناك جسور، يجب أن يكون مترو، يجب أن يكون جسور معلقة، أنفاق بالساحات. التطور العمراني أو التطور السكاني أو الكذا يراد لهم تطور بالجسور، بالطرق، بالأنفاق، بالمترو، بالكذا. أكثر من 4 ملايين سيارة في بغداد، وشوارع العاصمة لا تستوعب إلا 200,000 فقط، والزيادة هذه التي تفوق الطاقة الاستيعابية بمرات عدة هي السبب في الزخم المروري الحاصل منذ سنوات، وبالأخص في الذروة عند بداية الدوام وحين انتهائه. وشرعت الحكومة منذ أشهر بخطط كفلت تخفيف الزحامات المرورية، ومنها رفع بعض السيطرات وإيجاد طرق بديلة ورفع الصبات الكونكريتية وفتح شوارع مغلقة منذ سنوات وإجراء عمليات صيانة لعدد من الجسور والطرق الرئيسة. مطلوب جسور، مطلوب أنفاق، مطلوب خطوط سريعة مثل سريع القاسم والقناة. يعني بغداد أقل شيء أقل شيء أقل شيء على كل محافظة لازم خط سريع جديد وترميم القديمات. إعادة الروح إلى مصلحة تخذ الركاب بالطريقة القديمة اللي كانت فيها تغير كثيرا، بس على شرط يكون حملة تثقيف على السيارات وعلى يعني على استخدام السيارات بشكل فردي، مو بالضرورة كل مواطن لازم يستخدم سيارته الخاصة. طرق حولية رئيسة وطرق أخرى سريعة تربط العاصمة بالمحافظات، والمترو والأنفاق والجسور والمجسرات وتنشيط قطاع النقل الجماعي، وما تحتاجه العاصمة بغداد للتخلص من الاختناقات المرورية التي تستهلك وقت المواطنين وتزيد من صرفياتهم، فضلا عن وقوع الحوادث المرورية. صباح حكيم، الفرات. أعلن أمين بغداد عمار موسى وضع خطط لتوسعة وإنشاء طرق جديدة في العاصمة. موسى أضاف أن ذلك يأتي استكمالا ل19 مشروعا أطلقها رئيس الوزراء الشهر الماضي، وأتمت المباشرة بالحزمة الأولى من تلك المشاريع والتي تهدف لفك الاختناقات المرورية، مبينا أن حملة كبرى أطلقت لتوسعة وإعادة تأهيل، فضلا عن إنشاء طرق جديدة منها الطريق الرابط من خلف مدينة الصدر باتجاه الشعب وبغداد كركوك، وهي من الطرق المهمة التي تنجز من قبل أمانة بغداد.
وصفت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان بالخطوة المهمة. يونامي رحبت في تغريدة لها عبر تويتر باتفاق بغداد أربيل لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان، واصفة إياه بالخطوة المهمة لتمهيد الطريق للاتفاق على قانون النفط والغاز وتقوية أواصر الوحدة الوطنية وتعزيز الآفاق الاقتصادية للعراق لخدمة جميع العراقيين. كشف مستشار رئيس الوزراء فادي الشمري أهم بنود الاتفاق النفطي المؤقت بين بغداد وأربيل. الشمري أوضح أن الاتفاق تضمن إيداع إيرادات النفط المصدر من إقليم كردستان في حساب مصرفي لدى البنك المركزي أو مصرف معتمد، إلى جانب إيقاف تصدير النفط من المنافذ الشمالية والتفاوض على بيع نفط الإقليم وفق آليات شركة سومو حصرا في المستقبل شريطة معرفة المستفيد النهائي. وأضاف أن الاتفاق تضمن تشكيل لجنة رباعية مؤقتة لحين إقرار الموازنة أو قانون النفط والغاز لإدارة عملية البيع، فيما لفت إلى عقد مفاوضات مشتركة مع الشركات المتعاقدة الأربعة لشراء نفط الإقليم. وأوضح الشمري أن الاتفاق سيسهل من عملية إقرار قانون الموازنة العامة ويمهد الأرضية لإقرار قانون النفط والغاز المؤجل. رحب رئيس إقليم كردستان جيرفان بارزاني باتفاق الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على استئناف تصدير نفط الإقليم. بارزاني أشاد في بيان بدور رئيس الوزراء الاتحادي ورئيس وزراء إقليم كردستان بالتوصل إلى تفاهم واتفاق، مجددا تأكيده على استعداد الإقليم للحل من خلال الحوار والتفاهم القائم على أساس الدستور والذي يصب في مصلحة كل العراق ويؤدي إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلد. عكس نجاح بغداد وأربيل بإبرام اتفاق تصدير نفط كردستان ارتياحا لدى أوساط سياسية وخبراء في شؤون الطاقة باعتباره ممهدا لتشريع قانون النفط والغاز المرحل طيلة الدورات الحكومية والبرلمانية الماضية. على الطائ والتفاصيل. بعد أن ضاقت واستحكمت حلقات الأزمة النفطية على إقليم كردستان بقرار دولي منعه من التصدير عبر تركيا، فرجت الأزمة باتفاق تاريخي أولي بين بغداد وأربيل. إذا ما نجح الطرفان بتطبيقه سيكون بوابة لتشريع قانون النفط والغاز المرحل طيلة الدورات الحكومية والبرلمانية الماضية. حالة من التفاؤل سادت الأوساط السياسية والحكومية في أربيل بعد توقيع الاتفاقية بين السوداني والبارزاني في بغداد. الخطوة الأولى ابتدأت في هذا الاتفاق، وأعتقد أنها خلقت أرضية مناسبة لإقرار قانون النفط والغاز أيضا، والمضي قدما بحل الخلافات الأخرى المتعلقة بالمادة 140 وأيضا موضوع البيشمركة وكل الملفات العالقة للوصول إلى تصفير الأزمات، وهذا بالتأكيد في صالح جميع العراقيين. الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم تنص على 4 بنود رئيسية: تصدير 400,000 برميل نفط يوميا من إقليم كردستان عبر شركة النفط الوطنية، وتسمية ممثل عن الإقليم يشغل منصب معاون رئيس شركة سومو، وتشكيل لجنة مشتركة مهمتها بيع نفط الإقليم في الأسواق العالمية، وأخيرا التفاهم بشأن اتفاقيات كردستان مع 4 شركات نفط عالمية عاملة في حقول الإقليم، والاستعانة بخبراء من وزارة النفط الاتحادية لغرض التفاوض مع الشركات الأجنبية لتنفيذ بنود الاتفاقية. كابينة السيد السوداني تحظى بدعم واسع من طيف واسع من القوى السياسية والأشخاص السياسيين في البلد، وكذلك لها دعم خارجي واسع أيضا وإقليمي، وبالتالي ستستغل هذه الفرصة لتحقيق إنجازات ومكاسب وحل الكثير من المعضلات التي استعصت على الحكومات السابقة. ويرى المراقبون أن الغالبية العظمى من الخلافات المعقدة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم تعود إلى غياب الشفافية في الملف النفطي
والذي سيتكفل بحله قانون النفط والغاز إذا ما تم تشريعه قريبا. من أربيل لقناة الفرات على الطائي. قالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري في العراق إن هناك تقديرات تشير إلى اختفاء ما بين 250 ألفا ومليون شخص منذ عام 68 و 900 ألف وحتى ظهور عصابات داعش عام 2014. اللجنة وفي تقرير لها زعمت أن ما يصل إلى 290 ألف شخص بينهم نحو 100 ألف كردي اختفوا قسرا في حملة الإبادة الجماعية التي شنها صدام حسين بين عامي 68 و 2003، مشيرة إلى أن الاختفاء استمر بعد العام 2003 حيث شهد اعتقال ما لا يقل عن 200 ألف عراقي. وأضافت أن هناك موجة جديدة من عمليات الاختطاف جرت مع إعلان عصابات داعش السيطرة على جزء من الأراضي العراقية، ويشار إلى أن التقرير لم ينصف ضحايا حقبة مهمة من أبناء المكون الاجتماعي الأكبر أبان حكم النظام الصدامي في الوسط والجنوب، وتجاوز ذكرهم عمدا حيث ارتكب النظام الصدامي ضدهم أبشع جريمة عرفتها الإنسانية في التاريخ المعاصر وهي المقابر الجماعية، فضلا عن الإعدامات التي طالت المعارضين وأسرهم وحملات التهجير القسري التي قام بها منذ السبعينيات. جرائم يندى لها جبين الإنسانية ارتكبت في ظل النظام البعثي ضد المكون الشيعي بدأها منذ سبعينيات القرن الماضي بالتهجير والاعتقالات وحملات الأعدام، ومن ثم ختمها بالمقابر الجماعية عام 91 ضد أبناء الوسط والجنوب. المزيد في التقرير الآتي. حقبة مريرة مرت على العراقيين تجرعت فيها البلاد المآسي والآلام، حقبة امتدت منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي حيث البطش الإجرامي لنظام فاشي انتهك الحرمات وتسبب بالويلات. مئات الآلاف من حالات الاختفاء القسري مورست بحق العراقيين لم تجد لها ذاكرا ولا ناصرا طيلة عقود من الزمن. عمليات إجرامية وحشية قادها نظام البعث بحق من يختلف معه فكريا وأيديولوجيا ابتدأت في العام 77 من القرن الماضي بعد إن قمع النظام الوحشي انتفاضة صفر الخالدة بزعامة شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم، وغيب الآلاف من الشباب الذين لم يكشف عن أماكن دفن معظمهم حتى الآن. وفي العام 79 شن النظام حملة لقمع الأحزاب السياسية الشيعية والنشطاء حيث تضمنت هذه الفترة آلاف المحاكمات فيما يسمى بمحاكم الثورة التي غيبت وأعدمت الشباب المثقفة في مناطق الوسط والجنوب. واستمر البطش الإجرامي البعثي في العام 82 ليصل مداه بعد استشهاد السيد محمد باقر الصدر لتجري عمليات وحشية غيبت فيها الشباب وحملات اعتقالات همجية وواسعة طالت أبناء الحوزات الدينية الشريفة وطلبتها في النجف الأشرف وعوائل وأبناء المراجع ورجال الدين دون الالتفات لحرمة أو عرف انتهى بهم المطاف بمقابر جماعية ملأت أرض الوسط والجنوب. لم يهدأ البطش البعثي بحق العراقيين، وهنا كانت مجازر الكرد من الأنفال وحلبجة والبارزانيين. في العام 91 ارتكب نظام البعث أبشع جرائم الإبادة بحق أبناء الانتفاضة الشعبانية المباركة حيث امتلأت أرض العراق بالمقابر الجماعية التي وصلت إلى قرابة 300 مقبرة معلومة ومئات المقابر المجهولة احتوت الأجساد الطاهرة لشباب واعي ومثقف ذنبهم أنهم اختلفوا مع فكر البعث ولم ينصاعوا لقراراته الرعناء. استمرت مآسي الاختفاء القسري حتى بعد زوال النظام البائد في 2003، لكنها أخذت منحا آخر تمثل بالعصابات الإرهابية من تنظيم القاعدة والحركات المتطرفة
التي باتت تقتل الآلاف على الهوية وحملات التطهير العرقي التي مورست بحق مكون أساس من مكونات الشعب العراقي. في العام 2014 وبعد ظهور عصابات داعش استمر مسلسل الاختفاء القسري، ولكن هذه المرة على شكل إبادات جماعية انتهجتها هذه العصابات لتعيث بالأرض الفساد وتعمد إلى قتل وتهجير مدن وقرى بالكامل وتغييب الآلاف من النساء والأطفال والشباب وسط صمت دولي مريب دون تسجيل أي إدانات واضحة ومثبتة، وكأن الإدانات وفق المزاجيات. لقناة الفرات. هذا ويعيش العراقيون ذكرى يوم الشهيد الفيلي، وهي الذكرى 43 للإبادة الجماعية التي ارتكبها النظام البعثي ضد الكرد الفيليين، حيث شهد 4 نيسان من عام 1980 بدء أبشع عملية تهجير جماعي قام بها النظام الصدامي، إذ جرى احتجاز وترحيل آلاف الأسر الفيلية من كل المحافظات العراقية لأسباب طائفية وعنصرية واهية. ومن ثم أقدمت أجهزة صدام القمعية على احتجاز أبناء الكرد الفيليين من سن 16 إلى 30 عاما في سجون أبو غريب والكاظمية والفضيلية، ثم قاموا بتحويلهم إلى نقرة السلمان وأمضوا أكثر من 7 أعوام. وبعد ذلك أصدرت السلطات البعثية بأمر من صدام قرار تصفية هؤلاء الشباب، فيما كانت عوائلهم تعاني من أسوأ الظروف خلال ترحيلهم إلى إيران. الاختفاء القسري الذي مارسه النظام الصدامي ضد أبناء الشعب العراقي جرح ما فتئ ينزف إلى الآن، حيث ما يزال أهالي الضحايا منذ أكثر من 40 سنة يمنون النفس بالعثور على أي علامة تدلهم على من فقدوهما. نورة سعيد. منذ أكثر من 40 عاما يبحث الحاج رحيم عن جثة أخيه أو أي معلومة عن مصيره، فقد اعتقلت السلطات البعثية أخاه عبد الواحد البالغ من العمر 17 عاما واقتادته إلى جهة مجهولة. تم اعتقال الشهيد عبد الواحد إبراهيم يونس البطاط عام 1979 في أيام مراجعة طلبة الامتحانات الوزارية، كان في حينها هو طالب في الصف السادس العلمي، في وقتها كانوا 28 واحد. 2 من عندهم بنات، الأولى توفت وحدة من عندها الله يرحمها استشهدت، والأخرى لحد الآن موجودة مجنونة. 40 عاما ولا يزال الأمل يراود الحاج رحيم في معرفة مصير أخيه، ولا سيما مع كل مرة يعثر فيها على مقبرة جماعية جديدة. من 2001 المصيبة الأكبر هم صار نداء آخر بأنه راح تبيض السجون بالجمعين كله، احنا من 79 بالألفينات بنهاية بداية الألفينات ما نعرف إخواننا، فتشوفين فد وضع مبكي محزن، الكل بيت أوراق، كل واحد كاتب اسم المحتقب، أي مصير ما نعرف عنه، ولحد الآن ماكو واحد يتأمل لي هذا اليوم بقدر ما نتأمل إحنا. ها ستفتح مقبرة جماعية ويقولون هذا لقينا فد اسم فد باج فد صورة فد عظم، الفحص الديان صار بأنه هذا عبد الواحد، لحد أن ننتظر. ومنذ العام 2003 عثرت المنظمات المدنية والمؤسسات الحكومية على عشرات المقابر الجماعية التي يعود تاريخها إلى التسعينيات من القرن الماضي، ولا سيما بعد أحداث الانتفاضة الشعبانية التي انتشرت في عموم العراق وتم إخمادها بوحشية لا نظير لها. في باطن أرض السواد نفط ومعادن وذهب وشهداء، في كل يوم يثبت هذا الشعب أنه عصي على الطغاة، جيل يسلم الراية لجيل، والابن يسير على خطى أبيه في مقارعة الظلم والاستبداد مهما تغيرت عناوينه وصوره. نورة سعيد، بغداد، الفرات.
أقام تيار الحكم الوطني في محافظة واسط مجلس تأبين لعزيز العراق السيد عبد العزيز الحكيم رضوان الله تعالى عليه. المجلس حضره شيوخ ووجهاء عشائر المحافظة وشرائح مجتمعية أخرى، حيث استذكر الحاضرون الدور السياسي لعزيز العراق ما بعد 2003. المجلس تزامن مع رحيل العلامة السيد صادق الحكيم نجي شهيد المحراب قدس سره. فأقل ما نقدم لعزيز العراق هذا التأبين وهذا التخليد لما قدمه من أجل الدين والمذهب. يقيم تيار الحكم الوطني في واسط مجلس عزاء بذكرى رحيل عزيز القلوب وعزيز العراق حجة الإسلام والمسلمين السيد عبد العزيز الحكيم، الذي تزامنت ذكراه مع رحيل عزيز قلب شهيد المحراب ألا وهو سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد الصادق السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله تعالى عليه. وفي محافظة الديوانية أقام أيضا تيار الحكم الوطني مجلس عزاء على روح الفقيد العلامة السيد صادق الحكيم رضوان الله تعالى عليه. المجلس حضره علماء دين وشيوخ ووجهاء عشائر المحافظة إلى جانب شخصيات سياسية واجتماعية. الحاضرون استذكروا مواقف أسرة آل الحكيم الدينية والوطنية والظروف القاسية التي تعرضوا لها إثر معارضتهم للنظام الصدامي البائد. تربى وترعرع في هذه العائلة والأسرة الكريمة من أسرة المرجع الراحل سماحة المرجع السيد محسن الحكيم قدس الله سره، فقد كان هو سليل هذه الأسرة الجهادية والعلمية. ذرية بعضها من بعض، والتشيع الذي شوهد التشيع المهيب وحضور مجاز الفاتحة خير دليل على أن هذه العائلة وهذه الأسرة وخصوصا بالذكر شهيد المحراب له موقع في قلوب العراقيين. بارك رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم لذوي الإعاقة حلول الشهر الكريم، فيما دعا الحكومة ومجلس النواب لتشريع قوانين تسهم في تقليل الإشكاليات التي تواجهها هذه الشريحة. السيد الحكيم بيّن لدى زيارته مقر تجمع المعوقين في العراق وجود تطور في ملف الاستجابة لمطالب المعاقين، مشددا على أهمية أن تحظى أي خطوة تخص هذه الشريحة بدعم وتأييد واستشارة أبنائها، مشيرا أن المعالجة الجذرية لمشاكل ومعاناة ذوي الإعاقة تبدأ من تفهم حقوق هذه الشريحة. فنحن لا نطلب مساعدة من أحد، لا نريد صدقة من أحد، ما محتاجين إحنا هذه الأشياء. إحنا نريد أن الدولة تتحمل مسؤوليات تجاه كل مواطنيها، وهذه الشريحة الكريمة من هؤلاء المواطنين. نذهب بقوة في التعديلات القانونية المطلوبة، أكو تنسيق، ونجيب الأخوة النواب في اللجنة المختصة ونجلس معهم ونشوف التعديلات المطلوبة ونروح نسوي التعديل، ونلزم المسؤولين الحكوميين بتشريع قانون يضمن حقوق هذه الشريحة، ونذهب إلى معالجة يعني بعض المفاصل المعنية بهذه الشريحة واللي قد تكون تدار من شخصيات أنتم ما مقتنعين بها، وبالتالي هذا مسؤول لشريحة. إذا كان أكو هيئة أو غيرها يجب أن يكون اختيار المسؤول في هذه الهيئة بالتنسيق والتشاور مع الجهة المستفيدة. أحبتي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام مرصدنا، شكرا على حسن الإصغاء والاستماع، نلتقيكم في مرصد خبرين آخر، إلى ذلك الحين أستودعكم الله وفي أمان الله.